رجعنا نتواصل معاكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، حياكم الله معنا في برنامج سير علينا. اليوم شيء جميل جدا ان نجتمع مع نجوم، كل شخص في مجاله ولكن يجتمعون في مجال واحد الا وهي الساحه الفنيه. نجمنا لليوم اخذ على عاتقه الساحه الفنيه والاعلاميه، هو دكتور مميز له بصمات واضحه واراء النيره، راح يشرفنا اليوم الدكتور نبيل الفيلتشاوي رئيس نقابه الفنانين والاعلاميين. يا هلا ومرحبا فيكم، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك وشاكر لكم على الاستضافه الطيبه. ربي يحفظك ويحفظ لك التواضع ان شاء الله. الله يسلمك. طبعا يا هلا فيك، وعلى طاري التواضع يا احمد اكيد التواضع كله موجود عند ضيفنا الثاني. لو سالناه وينك قال بسوق المقاصيص، لو قلنا له افتح يا سمسم قال فتحت بدون تردد، لو قلنا له شلون خالك راح يقول خالي وصل. أيوة. وماشي على مبدا ما يصح الا الصحيح، وبالنهايه بنقول هذا هو ولدنا الفنان العزيز الغالي طارق العلي. مساك الله بالخير استاذ. مساكم الله بالخير، مبارك عليكم الشهر، عساكم تعودونا كل سنه وكل عام، انتم مشاهدينكم الكرام متابعينكم ان شاء الله. حياكم الله، مبارك عليكم ان شاء الله. ما تعودنا عليك احمد كذي، هذه العاده بالاذاعه تبط اذن الواحد تبارك الرحمن. مبروك ولد عمي، متسابق نايم. الله يبارك فيك حبيبي، قواك الله. وانت بعد نحييك اعلامي اثبت وجودك مع زميلتك العزيزه. شرفنا وجودك وشرفنا وجودكم. بدايه نقول لكم مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك ان شاء الله. ابو حمود، احنا ندري انت الحين بدايه الشهر بسم الله ما شاء الله قايم على قدم وساق على عملك المسرحي. صحيح؟ يا ريت تكلمنا عنه او تعطينا نبذه عنه بما انك انت ملتهي في هذا الجانب، يعني ما نبي ندش في الجانب الاسري من بدايه الحوار. لا، الاسري ملتهين وياهم. بيزات؟ ها؟ بيزات هذا شيء رئيسي. الله يحفظهم. الله يحفظك ويحفظ اسركم. الحقيقه عندنا مسرحيه اسمها انفولو، ان شاء الله راح نعرضها بعيد الفطر، وتاليف فاطمه العامر واخراج استاذ عبد العزيز صفر، بطوله مرام، نور الاميري. اسف معنا حلو، ايش دراني انا؟ قالوا لي المشهد كانوا مسوين فنان طارق العلي. يا معود منو جاي؟ الديوانيه. انكم ما تدرون مش ديوانيه خالد بريس. يا سامحوني انا اعتذر. اي خالد بريس ديوانيه مغازي شمري مدير انتاج عندنا اخونا حبيبنا. اي فاعتذر لكم مشاهديكم. طبعا خالد مضفر معاي من الشباب، حميد بلوشي، سلطان ولدي العلي، شاهين الشاهين، ضاري الشمري، سعود شويعي، مجموعه والله اسامي حتى شبابيه جديده يعني، ايوب الشطي، راس مسائيه، اي هذا نور العميري، سميره الحلوه، وعنده امل عباس ما شاء الله، هي الكاهنه هذه. هي حبيبه ام محمد. وطبعا ان شاء الله طبعا المقدمه مسويها الشيخ دعي الخليفه. حلو. اي اخوي الشيخ دعي دائما انا خليفه يتعاون معاه، وان شاء الله نقدم شيء طيب ان شاء الله. حلو. قبل ان ندش بالاسئله ابي اعرف الاجواء الرمضانيه عند دكتور نبيل. اي ترى اسف انا اسف اسف دشيت عليك. دكتور فاطمه قامس. قامس. اي نعم استاذ ما ادري اسف اعتذر. لا انا رايي الحلقه متحفز علي. لا طبعا احلى تحيه لهم ما شاء الله، وهم وايد نجوم وفنانين، يعني اكيد ممكن انت تنسى احد بس. بس عاد واحد انت مهندس الديكور، مهندس واحد. هو صح واحد. انا قاعد ارقع بالفطور. لا تضحيهم ليال. احلى تحيه لهم اكيد وموفقين يا رب. دكتور نبيل لما نعرف الاجواء الرمضانيه عندك. والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اجواءنا احنا الرمضانيه من الوسط الفني وايد تحضيرات حق الاعياد، طبعا بالنقابة احنا نتوقف كأنشطة فنية، ويصير عندنا استضافات، يصير عندنا ديوان قبقات بالمقر النقابة. تدري النقابة كذا قطاعات، فتضطر يوم حق المصورين، يوم حق الإعلاميين، يوم حق الموسيقيين، يوم حق المسرحيين، فما شاء الله يعني أيام حافلة خلال شهر رمضان. هي يعني التجمعات الرمضانية اللي عرفنا فيها اهل الكويت بالغبقات الرمضانيه، ولابد منها العبادات هذه اكيد، والقران والامور هذه لابد منها ان ياخذ حيز اكبر في هذا الشهر المبارك، واستعدادا حق العيد. طبعا كل الفنانين على قدم وساق يعني ضغط غريب. طبعا من اكثر من 25 سنه احنا بهالجو هذا. صح. المعمعه لما ما نرتاح الا لما
تنفتح الستارة على المسرح. إن شاء الله يا رب نتمنى التوفيق لكل أخواننا وحبايبنا في الساحة الفنية، ممثلين وممثلات، عسى الله يوفق الكل ونرى أعمال تليق بسمعة المجتمع الكويتي. أستاذ طارق العلي، أتكلم عن الفصلة. بسم الله ما شاء الله الفلتة على مدار 3 سنوات وهذا فاصلين احنا فاصلين على مدار 24 ساعة. يا ريت نتكلم عن هذا العمل، وخصوصا انه هو الحين قاعد يعرض في هذه الايام وجبة كوميدية جميلة، شلون قدرت انك تخطط له، شلون قدرت ان تقدم هذا العمل للسادة المشاهدين؟ اول شيء هو الفاصلة المفروض ان احنا نعرضها في احدى القنوات، لكن لظروف صار يعني الان احنا مشاورات مع عدة محطات منها تلفزيون الكويت. الحقيقة تلفزيوننا تلفزيون الأم لنا اللي طلعنا من خلاله، حتى المحطات معظمها طلعت من خلال هالتلفزيون، يعني اللي اشتغلون فيه كلهم طلعوا من تلفزيون الكويت، حتى لو ني حتى الاسكوب هذا أكيد الناس تعاونت مع التلفزيون في بدايات حياتها الفنية. الفصلة تأليف نوار القريني وحنان شاب زوجته، والله يذكره بالخير بلعيس، اسمه بلعيس، من أحد أغطاب مسلسل طاش مطاش كتب لهم. اخراج نعمان حسين، هذا الشاب اللي دائما معظم اعمالي الكوميديه تلفزيون، الله اذكر ولا انسى اخوي جابر الحربي المخرج الكبير الحقيقه، ايضا شارك ساهم في نجاحي. طبعا افكار الجميله من اخوي عيسى العلوي شريكي اللي انا مرتب في امور وايد زين وكله قاطها بويها اسوي السالفه ونحاش. هذه الفصله طبعا شاركني استاذ مرام، استاذ احمد فري، خالد مضفر، نور الأميري، ولدي سلطان، وضيوف كانوا معانا العقل عبد الرحمن العقل، سيد سالم الإمارات، نوعت اي نوع نعم، احمد سلمان، عليا مذيعة من الإمارات، حلو، جمال ردان. جمال ردان قلت انا ولا ما قلت؟ لا ما قلت. اي جمال ردان معانا يب وبدانا نفضح الصوت. طارق انت اليوم اتوقع الناس وايد نظرتك بتزعل عليك بالفنانين. لا تحاول تنسى. لا لا انا قاعد اتذكره ترى. الدكتور نبيل قاعد يذكرك الحمد لله. اي زين ابو حمد، ابو حمد من الشخصيات اللي وقف مع طارق العلي وقفه، ترى انا اعرفه من سنه يدي. اي من يعني احنا الربع صغار، احنا الربع بس ما كنا نعرف بعض حيل. التقينا دشينا المعهد دفعه واحده. اي دشينا بعدين اقول له، يقول لي انت ما كنت ويا فلان فلان؟ اقول له انت ما كنت ويا فلان؟ قال انا عرفت. فابو حمد حتى بالغزو يعني ويا نادر الحساوي مع اخونا نوجه له تحيه، ابو عبد الله ما قصروا مع والدتي، حتى اخونا المسلم عبد العزيز، هالناس هذه ايام الغزو انا كنت برا. الله لا يرد. قبل الغزو كنت بلندن اصور فاهتم. لا منحاش كان. لا ان شاء الله لندن عاد ترك له راح لندن المشكله. لا لا قريب كان يبيها فاز من اربع. لا لا والله شوف انا اقول لك شيء، منحاش بخلي العيوز بالجاره. انا طلعت قبل، بقول لكم حادثه صارت قبل الغزو. حلو. كان دوانية السطام عندنا بالجهرة، كان في واحد من هذيل العراقي والربع يعلقوهم، فأنا أجيبه يمي، قاعد يمي ومول وياه، فقال يا طارق صوته حلو وانت معه خذ راحتكم. يوم صار الغزو دورهم كلهم الا انا. يقول قطب واحد الربع قال له انا تسبني ذاك اليوم، قال له والله، قال والله كله طارق علي هو اللي كان يعني غريب. وين طارق؟ قال يا طارق برا الكويت في لندن. الله لا يعود هالايام، والله يرحم شهدائنا الابرار واسرانا ايضا الشهداء. واليوم احنا الكويت ان شاء الله ما ننساهم لو صحيح لقيام الساعه، ما ننسى اسرانا وشهدائنا، ولا ننسى ايضا صاحب القبضة الشهيد فهد الأحمد، الشيخ فهد الأحمد وإخواننا كلهم عيالنا الله يرحمهم، واللي سوى هالسيارة اللي للأسف للأسف مقطوطة، هذه رمز من رموز الكويت والمقاومة الكويتية، واللي استشهد عند باب دسمان. وخلي يسمعوني المسؤولين، سيارة الشيخ فهد الأحمد هذا الرمز الرياضي والرمز الكويتي ورمز من رموز الشهداء الكويتيين. أنا ما بيفتح الباب يزعلون علي وايد، أنا هاي مشكلتي. احنا جايك بالاسئله وايد. لا لا لكن انا انا الوم قبل هذا، اقول حتى حق عيال الشهيد، هذه سياره الشيخ فهد الاحمد، المفروض انتم اول ناس تهتمون فيها، ما تنقط قطه كذي وما تصير عابره السياره. هذه اول شيء رساله حق ابناء الشهيد، ان سياره ابوكم هذه رمز الكويت، اللينكون
اللي انقتل فيها وهو رايح عند بوابة دسمان من ضمن شهداء دسمان الله يرحم شهداء الكويت كلهم، فهذه السيارة ما المفروض تنقل كذي يعني الله يكثر خيره هالريال، حرام ترمي لأن شالوها من صوب المطار الأولمبي صح وصارت مقطوطة بزاوية، قال نبيل ليش تنقط هذه لأن جهده تعب فيها، هذه المفروض شو يسوون ربعنا، هذه ممكن تصير حتى بدوار دسمان تنحط، لا تنحط بدوار دسمان الناس كلها تمر عليها وتشوفها. هذا أوجه رسالة لأبناء الشهيد أبنائه قبل كل الناس، يعني أبو محمد بدال يحطوا لنا ما قاطك أحمد بدال يحطوا لنا ساعة واقفة بالدوار لا هذه حتى ما تتحرك خلي يحطوا لنا، أنا أقصد هذه رمز من رموز اليوم، إحنا عندنا نتشرف في بيت القرين، هذا الرمز العالمي اللي إحنا نتشرف فيه شهدائنا ونتشرف ويمثلنا أيضا، هالسيارة هذه تمثل هالكويت المقاومة وكثير من المواقع الكويتية اللي شباب الكويت اللي كانوا هني، يعني نتشرف ان دمائهم سالت عشان احنا نقعد هالقعدة هذه ونتربع ودمائهم راحت، احنا مو موضوعنا نتمنى يا ابو محمد صحيح احنا مو موضوعنا، لكن هذه رسالة نوجهها للشخص المختص والشخص المهتم في مثل هذه الامور، يمكن رسالة ابو محمد واضحة لكل شخص بإمكانه أن يكون صاحب قرار يوجه هذا الأمر ويكون مثل ما قال يكون على دوار يكون على مكان الناس تمر عليه وتترحم. تدري وينها ولا تدري وينها سام الشهيد؟ نورنا خلي هم يعرفون عياله، يعني عند باب المسرح مقطوطة بزاوية بظلمة لأن الريال بعد كثر الله خيره وين وديها؟ فأنا أعتقد أن لو تي سطحة حلوة كذي أو ونش ويشيل هذا الرمز ويحطونها مكان ونكتب اليوم الشيخ فهد احمد مثل شهداء الكويت كلهم صح رمز من رموزنا وبكينا عليه وبكينا على شهدائنا الله يحفظ الكويت ايوه، فانا هذه مشكلتي لساني ماني ساكن وابدا في عياله قبل الناس كلهم. استاذ طارق تعودنا على على لسانه استاذ طارق دائما تقطعته هو خل ارد عليه على لا ان شاء الله ما يقصرون على الشهيد، وامانه يعني معلومة ما يدري عنها طارق ان الشيخ طلال قاعد يحرص ان تكون في بوابة مدخل منطقة فهد الاحمد، وان شاء الله يعني زين والنفس فيها خوش خبر ان شاء الله رسالة تدعم هذا لان اسحب كلامك لا ما اسحب لا تدري لا اسحب ما اسحب لا شفتها موجودة لا ان شاء الله بس تدري اجراءات البلدية ما بلدية و يعني مو صح والله هذا الشيء اللي يعور القلب دكتور ان هذه اجراءات انا اقول لك موقف صار في قناه العداله محش كلامك خلونا نتحكى رئيسنا انا رئيس ولا تلعب سنه بسنين كلمت على صور وانت رايح صوب قصر الشيخ سعد رحمه الله عليه الامير الوالد صور لرموز البلد الكبار صوره كانت كبيره وكانت مصديه الصوره فانا قلت بنفسي وليش يرجع لقناه العداله قلت او فيها صوره ابونا الله يطول عمره الشيخ صباح امير الانسانيه والشيخ جابر رحمه الله عليه والشيخ سعد رحمه الله عليه كانت الصوره اللي يمر على صوب قصر الشعب يشوفها مصديه وقديمه وصور صح عرفت وطالبت ان يا تصلحونها يا تشيلونها لان هذا رموز البلد وفعلا شالوا الصوره انا يا ريت ما قلت شيلهم لان احنا كنا مستانسين نشوفهم انا كنت اتمنى ان كانت رسالتك او تكون بصوره افضل من هذه الصوره اللي كانت عليها طبعا رموز احنا رموزنا يعني هذا صحيح احنا هذا بالاهتمام تفضل ابو محمد عاصف وان شاء الله ان يكون هذا الاهتمام موجود انا يمكن ابو محمد احنا دخلنا في خانه وتطرقنا الى مواضيع يعني بيض الله القلب بيض الله وجهك انك تطرقت لها لكن هم بعد ما نبي نضيق خلق الناس ليش نضيق خلق الله لما نذكر اهل انا ما اقصد انا ما اقصد تضيق خلقهم في هذا الموضوع لا انا اقصد انك لا تقلب عليهم المواجع لا قلب عليهم مواجع عشان اذا في هالوجع يطيبونه ويصلحونه لا تفضل محمد تفضل امانه ابو محمد عنده حس وطني وهم وطني لان امانه هذا مواضيع لابد انها تطرح واحنا كفنانين كنقابه فنانين نطالب بنصب تذكاريه تمثل هذا الفتره الزمنيه تمثل المعاناه اللي مرت فيها الكويت تمثل اللحمه الوطنيه لان هذه الازمه اللي صارت يعني هي مثال جيد ونحتاجه حاليا الى اللحمه الوطنيه من خلال هالاعمال من بروز خلال الاعمال سواء دراميه اعمال فنيه تشكيليه اعمال موسيقيه اعمال فعندنا احنا موضوع مهم وكبير
بالسابق كنا قبل غزو كنا دائما كفنانين نطرح القضايا الفلسطينية والإسرائيل وفلسطين، فعندنا احنا قضية وطنية، فلابد احنا كفنانين سواء في جميع التخصصات الموجودة عندنا يعني موضوع وايد مهم على الكويت، وخاصة في هذه الفترة. في هذه الفترة احنا بحاجة الى اعمال تؤصل الوضع اللي كان في وقت الغزو. وقت الغزو كان بالمقاومة، على سبيل المثال بالمقاومة كان فيها السني والشيعي والبدوي والحضر، وكانت في وحدة. هذا اللي قاعد نعانيه الحين، ما يعني إذا كانت في ترابط تكافل اجتماعي تكاتف يعني عسكري كانت الكويت ايد واحده. الحين احس انه والله في تفرق، في نزاعات، في خلافات بس عفوا فهذه كنقابه عندك الفنانين احنا نطالب، بس لابد الاعمال هذه تحتاج الى دعم وطني. احنا امانه قابلنا وزير الاعلام وطالبنا في هذه الجزئيه، مشكور بصباح ان كلف النقابه بعمل وطني ايام الغزو لابراز دور المقاومه الكويتيه، فنبي دعم اكثر، لان هذه الاعمال الوطنيه تكلف تكاليف باهظه من خلال يعني عسكر، جيش، متفجرات، امور يعني تحتاج الى دعم مادي قوي. احنا نطالب وان شاء الله من خلال هالمقابله بعدها نتمنى ان الصوت يوصل، يعني هذا هدفنا. لكن بمحمد بس خليني اقول لك شغله، اسف بس اقول انا بس خلاص لا بتكلم عن رئيس الحكومه معزبنا الله يطول عمره. عمي الشيخ بصباح، الشيخ جابر المبارك، من الشخصيات المستمعه كنا قابلنا انا وزملائنا، وبصباح دائما صدر رحب، يعني حتى اقرب شيء ايضا الشيخ سلمان، ولا نطبل حق احد لان هذا شيء عشناه واقع. بالعكس هم يرحبون بالافكار هذه، حتى يمكن لو الشيخ ناصر صباح الاحمد من الناس اللي كم مره تقابل معاه وزير الديوان ويفتح نفس المواضيع. الكبار ما عندهم مشاكل، احنا عندنا مشكله الروتين. الكبار ما عندهم اجراءات روتينيه، الاجراء الروتيني هذا اللي بتشيك، يعني دش عند هذا وروح عند هذا وروح عند فلان وروح عند فلان ورجع. يعني طارق المرزب توني مسكره منه وكيل وزاره الاعلام الحقيقه مشكوره شخصيه شباب والنعم فيه، يدق شنو تبون شنو عندكم، يعني وكيل وزاره بجانب اشغاله الا انه قاعد يسعى انه يطور الاعلام الكويتي. وهذا احنا لو نتضافر الجهود كلها، اليوم قناتكم على القنوات الكويتيه، على جهود الفنانين، النقابه الموجوده اللي احنا مؤسسين حقي ولا حقه حق الفنانين، ترى ما عندنا دعم من اي شيء برا ولا الحكومه تصرف علينا. هذا الريال ترى وقف بنيان بيته عشان يسوي شغله، هذا قدام العالم اقولها وفحها، عشان حق النقابه يجيك كذا زميل من الفنانين وينام في الغابه. محمد ما فكرت، بسم الله ما شاء الله عليك تملك الحس السياسي وتملك اللباقه وتملك الايام الحس السياسي دير بالك، لا اقصد انه يعني عندك صوت بامكانك توصل لاخوانك مثل الفنانين، ليه ما فكرت انك تنزل انتخابات مجلس الامه؟ لا 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 شوف صراحه اكلمك جد، يعني ما عرضوا عليك الفكره، انت بينك وبين نفسك ما فكر؟ كل واحد يعرف وين الموقع اللي يخدم فيه الكويت. لو كلنا بنصير اعضاء مجلس امه وكلنا بنصير ممثلين وكلنا ما حد تميز في مجاله، انا يبغى مين شغلتي مجلس الامه؟ مجلس الامه مجال تشريعي له ناسه، عرفت؟ مع تحفظي على كم واحد، لان هم بعد يدشون عليك ساعات اعضاء مجلس الامه بعد تدري يعني شلون ينجح بطريقه. انا ما ادري ايش بيسوون عن ما عنده يعني في اعضاء مجلس الامه ولا نبي نطفيهم عشان يصوتون ويانا، انه يعني نجح خلاص حد يفهم ما يفهم هذه عاد هو المفروض يتطور نفسه ويتاقلم مع الوضع اللي عايش فيه. احنا فنانين ما يعني احنا لنا صوتنا المسرح التلفزيون. سمو الامير الله يطول عمره شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الانسانيه، هذا الرجل لا اتصلنا فيه امره يا عيالي ادللوا. سمو ولي العهد الله يطول عمره شيخ نواف امره يا عيالي، ها يعني كل الكبار والله ما يقصرون. هل تحس ان قضاياك مسموعه على المسرح؟ ايه مسموعه ويصير التلبيه. يكفيك انت لو دشيت على مسؤول يقول معود خلصونا من هالموضوع اللي افتحوه عشان خلص. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ محمد الخالد من الشخصيات اللي شافني قال انت كله مستلم، هو صاحب نكته ودعابه ابو خالد الله يحفظه، فدائما يحاورنا في مواضيع احنا مطارحينها، عرفت؟
فحتى عاد الحشاش يقول لي طارق انت قلت الموضوع الفلاني، قلت الموضوع ترى الشيخ ما تم فيه. يعني استاذ طارق انت تاثر على الناس. نعم اقول لك القياده يسمعون وينفذون. احنا الكبار مو مشكلتنا، احنا مشكلتنا الروتين هذا اللي باخذ من مخباتك شغله بطلعها لازم افتر عندك واروح عندك عشان اطلعها. ويمكن ما اطلع الشغله. ويمكن ما اطلع الشغله اذا ما عندي فيتامين واو ما راح اطلع الشغله. لا لا مو ما لها شغل بالواسطه، هي مو قضيه واسطه. ترى اكثر واحد يعني يدابج حق الناس ترى ابو محمد، انا عن تجربه شخصيه اتكلم، هذا الشخص خدوم لابعد حد. احنا حبيناه عشان على فكره ترى حتى يعني الكبار ما يحبون الواسطه، يعني ما يحبون الواحد كل ساعه داش عليهم واسطه واسطه واسطه، بالعكس يستانسون على الانسان اللي يجيهم عادي. صح. ويقول انا عندي معامله وشوف عيني كذا مسؤول. الشيخ مازن دش عليه واحد يا الى واسطه هذا قال له ما يمشي، دش عليه مواطن قال انا حالتي كذي كذي كذي. بس استاذ طارق والله ما قصر صح، خلينا نكون واقعيين، في وايد وزارات عندنا، في وايد اماكن تحتاج الواسطه، ولا انت ما راح تسوي؟ والله شوف مو قضيه واسطه، المشكله الموظف. لا لا الموظف يقول لك عندك واسطه والمسؤول بابه مفتوح يعني. زين دكتور نبيل، نبيل نعرف فعلا انت وبالنقابه قاعدين شو بيحط طباخ ترى؟ ما راح اخليك تروح استاذ طارق، اعتق على البيت قول لهم انت ويانا اليوم للثنتين. اي ما ادري بس سحورك عندنا، سحورك عندنا ونبيك بعد تكلم المتصلين والمتسابقين. انا نستاهل وانتم كرماء يعني. الله يخليك حياك الله تنورنا البيت. تفضل اسلمي على موضوعك الحين خلينا نجاوبه. حلو نبي نعرف فعلا دكتور نبيل انتم قاعدين تحلون مشاكل الفنانين بالنقابه، على الرغم ان احنا عندنا ما شاء الله فنانين وايد وكل فنان له دوره ومكانه بالكويت. احنا نقابه الفنانين والاعلاميين تخصصاتنا اكثر من 84 تخصص، مو بس تمثيل. زين عندنا قطاع الموسيقى بانواعها من مؤلفين ومغنيين وملحنين وموسيقيين وفنيين، والمسرح بانواعه مخرجين وفنيين اضاءه وجميع التخصصات، التلفزيون بانواعه، الاعلام المرئي والمسموع، الفن الموسيقي، الفن السينمائي، فاكبر قطاع ولا اكبر نقابه بالكويت هي تمثل هذا يعني كتخصص. امانه النقابه وقفت، طبعا نبين للمشاهدين النقابه الشرعيه زين لها اشهار صار اكثر من 7 سنوات مسجله وزاره الشؤون، وسجلوا فيها كثير من الفنانين مشهره، وسجلوا فيها كثير من الفنانين ونزلت في الجريده الرسميه والشؤون معترف فيها، وعندنا كذا النقابة هي نائب رئيس اتحاد فنانين العرب، والنقابة هي أسست الهيئة العربية للمسرح وأسست كثير من المهرجانات. النقابة وقفت وقفة جادة وقوية عندما تحولوا كبار النجوم عبد الحسين عبد الرضا وسعد وحياة الفهد وسعد عبد الله وطارق معاهم كذلك. النقابة وقفت وقفة جادة، لا الحمد قدرنا ان طبعا بالتعاون مع وزير الإعلام نغير حبيب النظام المرئي والمسموع، قانون المرئي والمسموع. الحمد قدرنا ان نسهل على الفنانين، وهذه يعني نزلت بالجريده الرسميه وسوينا مؤتمر صحفي بالموضوع هذا وشرحنا حق كل الشركات مدير الانتاج غيرنا تعدلنا تسهيل للفنانين. هذا في قطاع والله الدراما. في الموسيقى عندنا شكلنا والله 3 فرق موسيقيه، النقابه عندها 3 فرق موسيقيه، فرقه نسائيه اكاديميه وفرقه شباب رجاليه اكاديميه وفرقه شعبيه. الحين عندنا قطاع كبير من المصورين الفوتوغرافيين، عندنا قطاع قاعد ندعمهم، الفنانين التشكيليين عندنا قطاع كبير، اسسنا مهرجانات واسسنا معارض للمصممين الداخليين. فنقابه الكل قاعد يطالع احنا والله نقابه بس حق الممثلين، لا النقابه تشمل شامله. احنا يوم طلبنا بنأسس النقابه حرصنا ان يكون كل تخصص في مجال الفن والاعلام تحت مظلتنا. حلو هذا شيء ولا يعني فضل. يعني تفضل كمل عني. لا لا قول قول كمل. نائب رئيس ان شاء الله هو رئيس النقابه. لا 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 في نقطه بعد دكتور نبيل، الحقيقة أول شيء احنا نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على ثقته فينا كنقابة لما استدعانا وقعد معانا على موضوع حتى يمكن من الفنانين، ووزير الإعلام الشيخ سلمان. يعني احنا هي أيضا شكرا له بصباح أنه أيضا وضع النقابة في لجنة المنتج المنفذ لها دور كبير، صار أيضا في اتحاد المسرحيين
اللجنة العليا. طبعا حرص ان الوزير ان يكون نقابة عشان شفافية الموضوع. هاي كرسي النقابة يوجد في كل لجنة تنشأ، لجنة المنتج المنفذ، لجنة العليا لتطوير المسرح برئاسة الوزير، لجنة المسرح مهرجان المسرح العربي. فهذه يعني بادرة طيبة انه والله كحكومة تغير مفهومها لنظرتها للنقابات، واحنا بحاجة مالة الى ثقافة نقابية. للأسف الموجودين كلهم هني، كل الموجودين اللي قاعد يطالعوني كفنيين ما سجلوا بالنقابة، المفروض انتم تسجلون نقابة. النقابة ما تقام. هل هذا شيء ضروري حق الفنان؟ هل هذا شيء ضروري حق الفنان؟ اكيد شيء ضروري. اذا صارت اي مشكلة من اللي جسمه اذا احنا قدرنا والله كبار النجوم ان نوقف وياهم، يعني هل هم بحاجة حق النقابة؟ استاذ عبد الحسين عبد الرضا، استاذ سعاد عبد الله، استاذ حياة الفهد، النقابة وقفت وقفة جادة. وين بالكم الفنيين البسطاء ولا الإعلاميين ولا النجوم؟ هذا يعني نقابة هي مظلة تحميك. وهذه من هالنقطة يمكن احنا بس ابو محمد نبي نوضح حق الناس ان النقابة مثل ما قالوا الجماعة ان بالفعل تهتم بالفن والفنانين. انا واحد من الناس صراحة ما سجلت، والحين اللي استفدت من هذا الكلام ان انا توقعت احمد بس حق لا في بعد يزيدكم من الشعر البيت. هن النقابة ايضا جميع المجالات حرصنا حتى اللي سجل ان كان غير كويتي حرصنا ايضا يمارس دوره. عندنا فنانين تدري من جنسيات اخرى، والكويت بلد الكل طبعا، حرصنا ايضا تسجيلهم ويكونون معانا. احنا اليوم اليوم في ناس حتى من زملائنا يستهزئون بالنقابه. الحقيقه انا احب اشكر علي اليوحى، المهندس علي اليوحى رئيس مجلس الوطني ثقافه فنون واداب، الاخ المهندس العسعوسي محمد العسعوسي ايضا فتحوا بابهم لنا كنقابه. اليوم يعني في تعاون. اليوم انت تقول والله النقابه ها لا، الان السنوات القادمه ما تدري شو تصير عندك. باكر راح يطلع قانون يقول لك والله ما تمثل الا اذا ما عندك كرنيه مثل مصر. وهذا اللي قاعد يسعاله نقابات يعني اسمه اتصالي مع رئيس اللجنه التعليميه في مجلس الامه الدكتور عود العوده، هذا اوجه له تحيه. واجتمعت معاه وقعدت خلال اتصالاتي وراح نقعد معاه الحقيقه مشكورا. ايضا في هناك قوانين وتشريعات راح تصير للنقابه، يعني لا حد يستهزئ بالنقابه. وانا اقول حتى حق زملائنا اللي قاعد يحاربون النقابه في بعض لا في بعضهم مستهزئ فينا وشن النقابه وشن لا حبيبي، النقابه راح تصير لها قانون. اليوم عفوا شنو تقدر تفرض علي مثلا انت مو افرض عليك؟ لا مثلا انا غلط. ان وجدت النقابه عشان اخدمك مو افرض عليك. لا انا مثلا انا غلط. انا اقول لك شيء، اليوم احنا ناس يحاكون يقولون في اشكال قاعد تدش علينا بالوسط، ويمكن في كذا شخصيه طلعت في الانستغرامات. وعلى فكره عشان تكون بالصوره، انا الان طال مواعيد مع سفراء دول الجنسيات هذه اللي طلعت في الانستغرامات وقالت كلامات تقول انا فنانه واللي يقول انا فنان. عشان اليوم احنا كنقابه دورنا مو بس لا نروح حتى حق سفاره الدوله اللي يمثلها هذا الممثل اللي يمثل بلده اللي اساء لبلده اي اساء لبلده والجوازه اللي هو حامله على ابو انه انت قاعد بالكويت. لا يعني انت تقصد انه عفوا انت تقصد انه الناس اللي في ناس بعض الناس اللي بالانستغرام اللي طلعوا اللي يقولون انه هم يعني مثلا من الجنسيه الكويتيه وهم يكونوا مسلمين. لا احنا مو انا ما فهمت ما نحدد جناسي. هلا هو من كل من يسيء للمهنه هذه هو النقابه شنو؟ شلون ممكن يسيء باي طريقه؟ النقابه هي الدفاع عن الفنان والمهنه. صح. اي من يسيء الى مهنه الفن بالكويت زين من خلال اخلاقياته، من خلال سلوكه، من خلال يمثل دور الكويتي وهو غير كفو في هذا الجد، النقابه لها دور هنا. توقف عنها. النقابات العربيه كلها انك ما تقدرين تشتغلين على سبيل المثال مصر الا لازم تاخذين كرنيه من النقابه ولا موافقه او تدفعين فلوس حق النقابه. صحيح. وهذا اللي قاعد نسعى له انه ما حد يدش بهالتخصص وان شاء الله نقدر عليه، وان شاء الله احنا نطالب الحكومه من خلال هذا المقابله ان تدعمنا حق قانوننا اللي بنقدمه ان شاء الله، ان اذا انت بتنظفون سمعه الكويت من خلال مسلسلات، من خلال الاعمال التافهه اللي تمثل دور الكويت. للاسف ان منتجين غير كويتيين ولا ما لهم شغل قاعد يستاجرون بسبب المقاولين. مقاولين زي المقاولين غسيل اموال في خلال المسلسلات تسمى دور الكويت. فهني دور النقابه توقف بصر مثل ما نحميها بالمقاومه بالغزو، بنحميها حتى زين. وزاره الاعلام اليوم كان لها تصريح شنو؟ انه راح توقف كل الاعمال اللي تسيء الاساءه حق المجتمع الكويتي. منو؟ وزاره الاعلام؟ لا شوف الحقيقه مشكورين، انا قعدت وياهم
الحقيقة المسؤولين، وأنا أقول شيء، تلفزيون الكويت من التلفزيون يعني حريص جدا أنه ما يقدم أي عمل للأمانة. اليوم حتى في بعض المسلسلات اللي تشوفونها تسيء للبيت الكويتي أو المرأة الكويتية أو أي، أو إحنا نجد فيه شوي يعني محمد هذا هني عشان يقع الفنانين 29 حلقة يعطيني مصايب وشلون أعيش بالغلط في آخر خمس دقائق يعطيني الملخص. السلام عليكم، خلينا نكون واقعيين، هذا يقع المنتج القناة العارضة لهذا. في بعض قنوات ما يهمها، أنا ريال جاب لي عمل، خلينا نكون واقعيين. يعني اليوم تلفزيون دولة غير عن تلفزيون خاص أو دولة برة، يعني هذا ما يمثل، يمثل دولة معينة. بس احنا شنو حريصين ان فعلا اليوم احنا ما نقول احنا جايين ننظف الوسط، ما احنا قاعد نمثل معاهم. عندنا اعمال، ما يصير بعد احنا نحارب فلان يمكن عملنا فيه شيء. بس احنا محمد النقطة السوداء تبين بالبياض كله، يعني اليوم احنا فعلا في شخصيات قاعد تسيء للكويت، اعمال قاعد تسيء للكويت، وقاعدين نوقف. وزارة الإعلام مشكورة، في بعض المنتجين وقفت التعامل معاهم الأمانة. يعني حتى الواحد يقول الحق إنه، وقال لا يبغى أنت قاعد تسيء لنا. وهذا اللي قاعد يصير، حتى أخوي طارق المرزم قاعد حريص، وكل وزارة الإعلام الحقيقة، يوسف مصطفى المصري، خالد رشيدي، هالمجموعة هذه أيضا الحين قاعدين يحاولون. طبعا إحنا إذا نعرض في قناة ثانية هذا شيء ثاني، يعني في امور احنا بس احنا نقدر من هالجزئيه ان اللي نطالب فيه ان كل دور نقابه في تصوير اي مشاهد في دوله الكويت، ان لابد ان عن طريق اشرافكم موافقتنا. زين، هذا اللي متبع في كل النقابات العربيه. انت الحين طارق كم فلوس دفعت لما صورت بمصر؟ دفعنا مبلغ وقدر، ولازم الرقابه شو اسمه كل الدول العربيه جهات تتبع وياك، الاردن، سوريا، فمن حقنا احنا كنقابه ان اي واحد يصور على دوله في ارض دوله الكويت ان هني نوقفه، نشوف النصوص، نشوف الجسم. لابد نكون رقيب، يعني ما يصير يكون الامور سايبه واحنا عشان لا يقولون وينكم انتم. واحنا ليش وزاره الاعلام وقفت وقفه؟ احنا اعضاء في لجنه المنتج المنفذ، وبدينا راينا في هذا الموضوع هذا لتوقيف الاعمال المسيئه. طبعا وفي شغل عاسف اليوم ايضا انا موجود وياهم في الوزاره، انا قاعد اقول ان المنتج الكويتي احنا ما اجيب لي رخصه باسم كويتي وفلان مثلا وفلان يديرها. واحنا مو قصد، شوفي عشان الناس لا تاخذ، انا مو قاعد افرق كويتي ولا غير كويتي، لكن للاسف في ناس تاخذ على اي، يعني انا اليوم لا احنا فتحنا الباب لاعضاء النقابه يكونون غير كويتي. انا هذه يعني اتابعكم استاذ، ما في نقابه بالدول العربيه انه والله تخلي عضو كويتي يصير نقابه مصريه. حلو، احنا فتحنا الكل، احنا مو نيتنا والله انه بس والله نبي كلهم عيالنا. اساسا اسست النقابه ان الكويتيين فقط، فسوينا جمعيه عموميه لادخال غير الكويتيين، لان غالبيه الوسط الفني زين من الجنسيه الاخرى، الفنيين، المصورين، الامور الاخرى. هو هذه نوايانا اي من يسيء سواء كويتي او غير كويتي. حلو، طبعا انا ما ابي اقاطعكم مشاهدينا، انا شميحه الطبخ وبصل وحماس، نطلع فاصل قصير عشان نشيك بالمطبخ ضاري شنو اللي قاعد يبدع فيه ضاري، جهز السحور فاصل مره. ونرجع نتواصل وياكم مع المبدعين اللي معنا. رجعنا نتواصل وياكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الشيق والتصاريح الناريه. ها حوارات جانبيه كنا، احنا مو تصاريح ناريه، احنا قاعدين نبين حقائق ونوضح دور النقابه لا اكثر ولا اقل. التصريح الناري لا التصريح الناري اللي قلته عن سياره الشهيد الله يرحمه الشيخ فهد الاحمد، ووضح انزين الدكتور انزين، وهذا شيء زين. انا بتكلم عن جانب اخر معاك ابو حمود، تعودنا عليك في شهر رمضان المبارك انك تكون احد المنافسين ايضا للاعلاميين من خلال برامج المسابقات، لكن غيابك هالسنه عليه علامه استفهام، يا ريت توضح لنا هذا الموضوع. والله هالسنه الامانه يعني انا اعتذرت الحقيقه من فنون والوطن. ليش؟ تعبت هناك على الشاشه. لا والله الامانه تعبت عشان اي اقعد وياكم حق برامجكم، وفعلا انا اعتذرت يعني قبل لا تصير اي موضوع اخر. صحيح، الحقيقه قلت لهم انا اعتذر وما اقدر، يمكن حتى كذا قنوات عرضت علي يلا طارق، قلت لهم لا انا اذا اعتذرت بفنون هذا مو معناه اني ابي ادور فلوس ولا ابي ماده. لا انا برتاح عشان اقدر اجاب لشغلي. خلينا نكون واقعيين، انقطعت من العالم للأمانة، يعني انتوا اقرب ناس، انتوا عندكم برنامج ملتزمين يوميا،
مقطوعين خلاص عندي من هالفترة خلاص فانحرمت من العالم هذا الجانب. حتى العبادة اليوم عندك اجيام عندك تراويح عندك هذا فخليت الليل هذا اروح قمت ادور بس هذا السبب طارق؟ لا والله ما في سبب وبالعكس يعني انا حتى يوم جابوا شوجي وهي استانس لهم حتى قلت لهم الله يوفقهم بس انا اعتذرت لاني تعبت وبرتاح وجاب شوي بيتي و الله يحفظهم ويخليهم لك ان شاء الله ولا واحد يعافي فلوس بس حلو ان رمضان يكون مع الاهل استاذ طارق بس رمضان مو حلو طارق ما له شيء يعني لا لك شيء لك حب داخل جروب وايد ناس ما له شغل بالناس اللي 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 تي صوب استاذ طارق مثلا تقول مثلا يقطون كلمه اعدائك كلنا عندنا اعداء وتدور على ان الزله وفي ناس وايد الحين قاعد تتابع بس عشان تبي تعرف تدور الزله تاخذها عشان بس إيه لا انت لا لا لا. بقلوب ناس وايد وايد تحبك من العالم الحمد لله يعني انا ردود افعال كثيره ياتنا وينك طارق تعودوا على هالاربع سنوات او خمس سنوات اللي طافت يمكن طارق وهيونه طارق شو بعدين وقفت ارتحت بس احنا حتى على سبيل الاعمال ايضا كان عندي اعمال تعرض قنوات الفضائيه هالسنه بريك يعني هالسنه بريك لكن ان شاء الله نوعدهم بعد رمضان بيشوفون شيء اللي طيب خاطرهم يا رب يا كريم. دكتورنا بنتكلم عن المسلسلات الكويتيه اصبحت بعض يمكن نقول اللي حوالينا دول مجلس التعاون ما نبي نتكلم وشط برا اصبحوا قام يعلقون على مسلسلاتنا بالشكل السلبي وبالشكل اللي صراحة ما يليق في المجتمع الكويتي ككل لأنه قام تظهر عندنا صورة يمكن قبل شيء ما وضح سؤالي أكثر يمكن سألت الأستاذ خالد أمين وجاوبني في شق من هذا من الأمر اللي أنا أبي أن أستاذ طارق إحنا عندنا 30 حلقة مثال على ذلك مبين شلون مثلا أنا آسف في هذا التعبير لكن شلون الإنسان يدش بالغلط وشلون يقدر يطلع نفسه من هذا الغلط ولكن في آخر خمس دقائق أنت تعطيني حل و29 حلقة أنت معطيني عدة حلول أقدر أنا ألتفت فيها للأمور السلبية احمد نقدر نقول نفس ما كنا قاعد نسولف قبل شوي بالعربي بالويتنج قال يعلمونك على الغلط طريقه مو مباشره طريقه مباشره يعني رايي انا الدراما الكويتيه هل اعلق عليها ولكن ما بيؤزم على هذا الموضوع وانتم صاحبين الاختصاص حدث ولا حرج في الاونه الاخيره مو قليل شر لا بس احنا نتكلم في الاونه الاخيره شلون طارق يعني هل نطلق عليه هذا اللقب ولو ان احنا ما ودنا نوصل لهذا المستوى طبعا الدراما الكويتيه هي اذا قلنا دراما خليجيه يعني دراما كويتيه، الدراما الكويتيه هي مؤسسه وهي من الرائده في المنطقه. الدراما الكويتيه كان فن وابداع وكان ينتج تلفزيون الكويت اعمال دراميه جيده وفيها حبكه دراميه وفيها ولكن للاسف تحولت الدراما الى بزنس. دشوا فيها التجار. مو دشوا فيها الفنانين قبل والله كوزاره تدعم المنتج المنفذ تدعمه فصارت العمليه هي من يجيب الرعاه اكثر وشنو الحدث اللي يجيب الرعاه لان لو تلاحظ الدعايات التلفزيونيه تطلع بس بوقت الدراما التلفزيونيه وشهر رمضان بالذات صحيح فهني لو تشوف طالع الدراما العربيه في والدراما التركيه وفي احداث جميله في حبكه دراميه في الدراما السوريه للاسف استغلال سيء ان النجوم يستغلون النجوم الكويتيين يستغلون اللهجه الكويتيه لطرح افكارهم طبعا هدفها هي البزنس وليس الابداع وليس مهما يكون جسمه احنا قدرنا نوقف نقابه فنانين وقفنا نوقف مسلسل يعني لابد يقال هالكلمه هي فيها زنا المحارم فيها محرمات فيها سمعه الكويتيين فيها تلاحظ الدراما الكويتيه حاليا ما لها تماما عن المجتمع الكويتي للاسف استغلال سيء للمجتمع الكويتي من خلال هذه الدراما وفي تحفظات كثيره في تصاريح كثيره للاسف غالبيه المنتجين غير كويتيين وقنوات فضائيه غير كويتيه زين قاعد تستغل سمعه الكويت تستغل نجوم الكويت لان هذا اللي يشد اي شيء فيه كويتي يشد اكثر من انه خليجي حتى باللهجه تلاحظ مره مسلسل صار تخيل 100% ولا كويتي فيه ولكن لهجه كويتيه تصور بالكويت وش اسمه ولكن والمنتج غير كويتي فيثير خاصه المشاكل هي تشد الانتباه اللي فيه اكشن والله اللي فيه عناصر
تجذب المشاهد يحطونها، ما يهمه انه والله هذا تاثر على المجتمع الكويتي. غلط، مو هامه، غلط مو هامه، هو يبي يسحب المشاهد. المشاهد شدته في هذه المشكله، مشكله اخلاقيه، مشكله سلوكيه. زين ما نروح بعيد، يعني هذا ابو حمود قاعد يقدم الكوميديا بشكل جميل، لكن ما قاعد نشوف الناس قاعد تعلق على شغله. شوف احنا خلينا نكون واقعيين اليوم، احنا نحترم الراي والفكر كمؤلف. المؤلف ايضا شباب عندنا ما شاء الله، يعني برزوا في العون الاخيره شباب كويتيين واغلاب كويتيه، سواء بنات او شباب، وكلهم عيال ديره، اسماء كويتيه. نخلي المنتج غير كويتي او ما يعني قاعد يمثل بشكل احنا اليوم صحيح. ايه خلاص، هناك افكار شبابيه حلوه. اليوم عامل الجراه يشد الناس، يقول لك هذا مسلسل جريء. يعني خلينا نكون واقعيين، سيلفي لما تكلموا عن داعش الناس كلها ايدت، في حلقه تكلموا على موضوع العود وهذا والناس ضد، فاهمني؟ فاليوم انت حريه جراه الطرح، حنا بعضهم فهمها جراه الطرح ان انت تشوه. يعني خلينا نكون واقعيين، في قصص فعلا موجود عندنا بس مو بهالصوره. لا اي لا لا افيدك شيء، خلينا نكون واقعيين احنا، يعني لا هم بعد واحد لا يتحامل عليهم، لكن عندنا بس مو واضح، او ان هذه قضيه عاديه ما نبي نبرزها وايد. خلينا نقول فعلا عندنا شباب نحط المشكله، عندنا مشكله الزوج الخائن او الزوج الخائن، هذا اللي تعرف زين، لكن ليش خان؟ وهذه ليش خانت؟ يعني الحبكه الدراميه. في نقطة أنا دائما أسولف فيها عن الشباب هذيلا بعضهم، إنه ما عنده خبرة بالحياة. اليوم أنت لما تجي مؤلفين قبل عندهم خبرة كأزواج، كربب، أسر، يعني أسماء كبيرة وعنده خبرة في الحياة. هذيلا شباب صغار، يعني بعضهم يكتبون روايات ومشكورين، بالعكس أنا مستانس إن عندنا أقلام كويتية. بس أيضا أشره مو بس على المؤلف وعلى المنتج، على الممثلين. بعض الممثلين عندنا يعني مو كويتيين، مع احترامنا، واحنا ما عندنا بندق ان كويت ولا ما كويت، ما عندنا تفرقه. ورباط الكويت وعيال الكويت كلهم، يعني سواء جنسيته اللي هو، عيال الكويت ربهم باحضان الكويت. طار ما اقطع كلامك عشان لا نروح بعيد، بالنسبه حق النصوص، النقابه جات ما تلعن ظلام، قدرنا نشعل شمعه. سوينا احنا بالنقابه عندنا مشكلة نص، فسوينا دورة لكتابة السيناريو. زين سويناها مجاني احنا مع رابطة الأدباء. اي نعم، مشكورين. وعطينا وزارة الإعلام كراسي، طبعا دورة مجانيا وعلنا عليها، وعطينا وزارة الإعلام كراسي، أربع خمس كراسي وخمس كراسي، رابطة الأدباء. فقدرنا ان نسوي دورة بخبراء دراما كويتية، بدر محارب، حمد بدر، عبد الشطار رجيم، ابراهيم الحربي، كل تجارب الدرامية هذه الاساتذه اعطوا دوره لكتابه النص. الحمد لله قدرنا نطلع والله اكثر من 20 ما شاء الله سيناريو، وان شاء الله بنسوي دوره ثانيه. فاحنا مو هدفنا والله بس بس انه والله ننقد الوضع، لا، احنا قدرنا ان نسوي فرشه الحين لتغيير الوضع. حلو. واهم شيء النص، اهم شيء نعم. الكاتب، تغيير الوضع. اذا عدلت لك الكاتب الدراما بتصير. واهم الممثلين عليهم عاتق. اليوم يجيك منتج من المنتجين، يمكن يسمعني، يجي حق الممثل طارق يقول له يلا هذه فلوس حق ثلاث اعمال قدام. مسكين هذا ريال، بروح طارق مطلوب اقصاد، مطلوب هذا، ويبي يشتغل. حرف منتجين ترى ايضا يقول له تعال شنو العمل، شنو العمل، ما يدري مسكين. بس يبي شاف لا هو شوف طريقه احتياط. اي الشباب هذيله خلينا نكون واقعيين، ويجون يشتغلون العمل، يمثل دوره، يمثل هذا، بس ما يدرون. حتى المنتج هذا مو هامه شنو العمل، يعني انا مو هامه بيسوق على اسم فلان. اي بس بيسوق على اسم فلان واسم فلان واسلام، ما هامه شنو يطرح، شنو مضمون وايد، شنو اللي يسيء ولا ما يسيء. يعني في قضايا جريئه تكتب، وانا اقول لك بس انا اقول خبره المؤلفين ايضا، طريقه الطرح، هذا دور منه الكبار الممثلين اللي يشتغلون في الاعمال. صحيح. يجون يقول له تعال هذا غلط، انا شاركت في اعمال، قلت وقف شنو هذا؟ لا 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 شيل 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 هذا ما عندنا. لا عندنا. اقول ما يخالف، في نقطه مهمه جدا اليوم انا عيبي ما طلع للناس. صح.
الله ساتر علي اليوم هذه كيرتي في يعني احنا مجتمع حنحل اي مجتمع باي بلد فيه الزين فيه الشيء يعني خلنا نستر على الشيء صح. انا صار لي موقف مع دوله خليجيه وقاعدين مجلس حطي مثل مجلسكم الله يحفظك قال لي على مسلسل من زمان ايش رايك في شخص قال لي يا اخي حلو هذا لو هذا يمثل بيئتك قال لا كل من ما يرضى سبحان الله صح. إيه لا ليش لان احنا لا نلوم وزارة الإعلام ولا نلوم النقابة ولا نلوم أنا أيضا ألوم زملائي الممثلين اللي رضى إنه يمثل أو هذه الممثلة اللي يمكن هي ما هي كويتية طيب. ما احترامنا لها أنا عفوا تفضل لكن أنا أشرح على عيال الكويت اللي يجيهم المنتج وذلهم هذا في بعض المنتجين يذلهم إذا ما تبي يلا ويحاربه زين ما يقدر يتكلم استاذ ما يقدر يتكلم يعني الكبار يقدروا يتكلموا يسوي عقد وياه للاسف يسوي عقود قبل لا يقرا النصوص ففي نصوص تنكتب وهو قاعدين باللوكيشن في نصوص في مسلسلات تتصور تتصور لاخر لحد الان يعني في ناس قاعد تصور احنا برمضان قاعد يصورون لحد الان في نصوص لحد الان قاعد تكتب قاعد تتغير زين يعني ما في احد يقرا احد يشيك احنا ما نبي نقول احنا مثاليين وهذول سيئين صح ما نبي يعني لكن اخطاء لكن معلش احنا نطالب ان شبابنا شاباتنا ابناء الكويت سواء اللي مقيم ولا اللي كويتي ان انتم يا جماعه كممثلين لما يجيك هذا المنتج تعاون معاهنا كيفك انت ويا حر رزقك هذا لكن قول له شو يتكلم عن المسلسل؟ شو يطرح؟ انا باكر وراي ديوانيه وراي اهل وراي زوجه وراي عيال يعني وراي مجتمع يسالني يعني مثل هذا اللي قال انه زلنا المحارم في بعض ايضا قنوات تطق لك السالفه وتصير اللغه لغط ويمكن المسلسل ما فيها شيء يعني مساكين تقول الممثلين والله احنا ما ندري كل ما كان سيء يبون يصير مشاهدة اكثر عبالي القصد شنو ساعات في يصير اعلان على حدث ويبتلش يعني انت في هذا الغلي غير اسمه اللي زميلتنا استاذة الهام الفضالة وجه لها تحية احلى تحية لها دشت وقالت انت صار لبس على الكلام والناس قالت داولة شلون يتزوج اختين وهو موضوع غير فايضا اتمنى من اخواننا الفنانين انا هم الوم قبل الدرجه الاولى من يقبل بالدور هذا يقبله يوافق عليه يقراه يصلح اليوم انت تمثل بلدك تمثل مجتمعك وهذه نقطه وايد مهمه الفن هو مراه المجتمع أكيد. احنا في حادثه مثل انا درست في امريكا من قبل لا اسافر امريكا قاعد تشوف امريكا شيء ثاني من خلال الاعلام من خلال الافلام من خلال اسمه يوم زرتها موضوع اخر زين فالفن هي الواجهه هذا الوي للبلد الاعلام الفن والاعلام هي مراه المجتمع صحيح فالناس قاعد يشوفونا كذي الحين طيب انا بتكلم عشان شوف انا اسف صورت فيلم معتوق في بانكوك وصورنا مسلسل هذا ولدنا احداث منه في تايلند تعرف هذا البلد من تقول تايلند اوه بلد سياحي صدق حطوا علينا رقيب ثلاثة اشهر على ما جازوا النص وحطوا رقيب معانا انه لازم يفتح طول التصوير تصوير ان انت لا تطلع بلدنا سيء لا تطلع التايلنديين سيئين لا تطلع ان احنا مجتمع شوف ما احنا حياه عندهم صح حياه لا تطلع عن مجتمعنا انه مجتمع مو زين منفتح مثلا صار هالعباره وسخ لا تطلع ان احنا ممكن في جريمه في هذا لكن ومعانا يشاهد يقول اوكي نطبق الفيلم ونسكره زين هذه نقطه ايه. فهذا اذا هو الاجنبي هذا دوركم الان يعني كتايلند بلد مفتوح احنا ما نقول سكروا البلد احنا ما نقدر الا اذا الحكومه ايه هذا دوركم انتم تطالبون الا الحكومه على مشروعنا علشان طيب انا بتكلم عن موضوع يمكن قبل يمكن ابوي وامي يسولفوا لي على هذا الموضوع يقول قبل كنا نلف على التلفزيون ممكن نشوف فنانه سعاد عبد الله الفنان عبد الحسين عبد الرضا في اوبريت غنائي مثلا طيله شهر رمضان المبارك دوركم انتم كفنانين طارق وانتم كنقابه يعني ما حاولت انكم تسوون مثل هذه الفكره تعيدون الماضي ولكن بفكر جديد؟ شوف انا ويا منى شداد امس عليها تحياتي الفكره هذه انا وياها وقاعد نجهز لها انا ومنى شداد ببريت ويا الحقيقه
انت فضحتنا لكن لان السؤال لا لان منى شداد الحقيقه من الاصوات الجميله صح وانت تحبوها اي فاحنا قلنا بنسوي ابريت انا وياها يعني نعيد ذكريات سعاد عبد الله طلاله بس عليها نقول مبارك ان شاء الله وان شاء الله تذكرينا من بعد ما فقدت الذاكره في مسلسلها الله يحفظها وبعد الان الابريتات هذه فعلا الناس تسالنا ليش ما تسوون بس احنا الان نبي شنو خلينا نكون واقعيين هم في هالقضيه يمكن انا كمنتج اتكلم من هالناحيه كله مميز لا لا مو مميز لا خلينا نقول شيء انت تبي الحج شيء زين ولا تبي لا 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 ما زين بس لا يعني على كل شيء عندي خلينا نقول شيء اي لا انا عندي ليش هذه اعمال مكلفه يعني هذا وايد ضايق ليش فالحين هذا كان اليوم انت اشتغلت مسرحيات وكان مكلف اصبر شوي تكفى الاوبريت ما عليه مردود بس انت تهدأ شوي القصد ان انا لما تكلفني وزاره الاعلام وتصير انتاجها انا ما بشيء بجيبي شوف وزاره الاعلام ايضا عندها الامكانيه الاستديوهات هذا يعني ابو عدنان ما سوى انتاجه قصدك يوفرون الجو المناسب اي انا دائما اقول تلفزيون الكويت قبل كان يعمل عمل سنوي اللي ورا الفطور تاريخي اللي انحرمنا منه صح وهذا كلام كل وزير سالوا اي وزير صار بالاعلام قلت له هالكلام قلت له ليش ما تخلون يبقى هذه ماده ورا الفطور تراثيه اللي احنا تعودنا عليها واللي ما يشغلونه المؤسسات الخاصه انا يمكن ما اشغل نبيل لكن جوز الكويت يشغله فهمتني انا شخص اي ممثل قاعد انت لما تشغل موظفين الاعلام هذول كلهم في مسلسل 30 حلقه نفس خالد البيت الحين شغلوا لك الشيخ فهد المبارك اوجه له تحيه ونقول له حق اهل الكويت قرت عينكم برجوع العم الشيخ مبارك عبد الله الاحمد بالسلامه صحيح فالشيخ فهد جمع فنانين الكويت ها حق رمضان حق رمضان احد بطل اذاعه الكويت ما ودك تسكرها طارق العلي خلنا بدي اروح شوي طارق العلي علي الزيبق ابو عدنان في مسلسل سعد الفرج مسلسل حياه الفهد الاسامي حتى الشباب خلى الاذاعه خليه شغاله نبي التلفزيون شي يرجع التلفزيون فيه خير بركه بس انا اقول اليوم سهرات انا واحد كم مؤسسه خاصه اخسر بالسهره لكن تلفزيون دوله ما يخسر صح انا قاعد اقول حق وزاره حتى اخاطب وزير الاعلام واقول يا ابو صباح كلم وزاره الماليه ان الدعايه اللي تجينا حق التلفزيون اللي تشوفونها فلوسها ما تدش حق الوزاره بخت وزاره الماليه اللي قوانينها عتيجه وقاعد يعني الحين صار تقشف يعني اليوم الاعلام انا عندي مثل وزاره الداخليه اهميتها وزاره الدفاع الحرس الوطني شفتها ثلاث وزارات السياده هذه الاعلام هذه بروحها سوي لك حرب صح اعلام تحتل دولة تحتلها من لا يعني اقول لك هذه تنشر ثقافه يعني انت اليوم الاعلام هذه لا يعني حتى انا اطالب حتى سمو رئيس مجلس الوزراء انه فعلا وزاره الاعلام المجلس الوطني افتحوا ذاك اليوم المجلس الوطني يشتكون يقول احنا كانت ميزانيه مجلس نقصوها الماليه شو فهمهم الماليه؟ شو فهمهم؟ امور انتاج وامور تمثيل شو فهمهم؟ هذا قاعد ورقه وقلم وارقام هاي للاسف حق شغلهم هاي للاسف يعني دولة الكويت هي معروفة بالثقافة والفنون والآداب يعني تنقص ولجان تنقص ميزانيتها هذه الواجهة مالتك الواجهة مالتك الفن والإعلام وزارة بدال لا تأسس وزارة الثقافة تجي حق المجلس الوطني وتقص نص ميزانيتها وزارة الإعلام تقص انت الحين الفن هذا يعني انت لازم انت يا حكومة وزارة المالية المسؤولين في المالية اللجان لما يقعدون يحطوا لك رقيب ترى مو كل الناس حرامية الحرامية باقوا طلعوهم برا ولا مشى قاعدة ولا هذا فمو كل الناس حرامية في ناس مسؤولين عندهم ضمير ويخاف الله فالغصد انت لما تي وتسك علينا ترى هذا يأثر علينا احنا حتى وزارة الإعلام ترى ما لهم ساعات نقول لهم يا أخي أعطونا نقول ما عندنا تبي تضحك أنا وزارة المالية ما ادري من وزارة المالية لا ينام فيني كنا يصير مو شيخ ها لا فلشان مواطن مواطن مو مشكلة مو نعي زين يعني نخاف من الشيخ وما نخاف من لا لا يا حلو كلهم لا لا شيخ طيبين خاف من المواطن وزارة المالية اليوم هذا ورقة وقلم وأرقام بس لازم اللجان اللي قاعد يشكلونها لما يقعدون مع المسؤولين
لازم يعرفون ان الفن هذا غير. اليوم انت قاعد تبني دار اوبرا، جزاه الله خير الشيخ ناصر صباح الاحمد وزير الديوان، حطوا اوبرا ايش كبرها؟ من طريق مجلس الوزراء. ايه ايش كبرها؟ اكبر اوبرا بالشرق الاوسط، مركز ثقافي للمركز. طيب انتم من متى كنتوا تطالبون بمسرح؟ إيه؟ انت مسرح؟ لا جزاه الله خير ايضا، خلينا نكون واقعيين، ايام الشيخ ناصر المحمد سمو رئيس وزير السابق الشيخ جابر المبارك بشرنا بشاره حلوه يوم كنا عنده، الشيخ سلمان الحمود قال ها سوينا مسرح حلو، السالميه بعد نبي سموه باسم عبد الله. ايوه حلو مشكور الشيخ سلمان الحمود سماه باسم الفنان الكبير. استاذ طارق، بعض الناس او بعض الفنانين يقول لك المسارح اصبحت حكر على اشخاص معين. لا لا لا، عندنا مسرحيين، مسرحين ومجلس الوطني يسوي قرعه للامانه. لا هو شوف احنا امانة يعني الكويت هي للاسف لحد الان يعني من 60 سنة انشأوا 4 مسارح، تخيل عمان الحين اكثر من 60 مسرح، السعودية ما شاء الله السعودية تتكلم عن 100 مسرح. كيف هذا يخافون يهدمونه مثل ما طلع لهم شخص وجمع له توقيع؟ حتى دولة هنرد على هذا ولا ارد على هذا؟ هذا صرح ثقافي، يقول خلونا يهدمونه ويبنونه، يقول بعد ما ينبني مره ثانيه. استاذ طارق تدري ان عندنا مشاكل وايد يعني تنحل بس هم ما يبون يحلون. لا لا مو ما يبون، هم يجاملون هذا ويجاملون هذا ويخافون من استجواب هذا ويخافون من استجواب هذا. لا يبا والله لا تردون، والله العظيم شوفوا امشوا صح وبالقانون صح وانشوا. انت اليوم الهيئه العربيه للمسرح بيسوون اكبر تجمع في الكويت، وكان الاستاذ اسماعيل عبد الله ابو فهد من دولة الامارات، هو ما ادري بعد الدكتور نبيل يوضح اكثر الموضوع. بالهيئة العربية للمسرح في مهرجان المسرح العربي بتكون بهالسنة في الكويت، يعني اكبر مهرجان على مستوى الدول العربية. للاسف ما في دعم من الكويت حق هذا المهرجان، وتقليص ميزانية المجلس الوطني اثر على هذا التجمع الكبير اللي بيصير شهر واحد، ويفتتحون رؤساء الدول بعد. وهذا بالطاري هي العربي المسرح. طبعا الكويت هي على زمن رحمه الشيخ عبد الله السالم كان عنده رؤية ان الكويت تصير عاصمة الثقافة العربية، وكانت هالمبادرات انشاء مجلة العربي، انشاء المسارح ذيك السنوات، فتح السينما، فتح المجلس الوطني الثقافة والاداب. للأسف هذه الرؤية راحت، خذوها طبعا الشارجه، وخذوا طبعا حاكمه الدكتور سلطان القاسمي الله يحفظه، انه والله خذ الرؤيه الكويتيه وطبقها زي ما صارت الشارجه هي عاصمه الثقافه العربيه. وللاسف احنا يعني الكويت هي رمز في هذا الموضوع وفي هذا في المكان هذا وفي الخليج، ولكن للاسف تدنت وصرنا ما اقول لكم كنا الاوائل، الحين صرنا سواد رقم 6. قطر افضل منا ثقافيا، الامارات زين، شارجه افضل منا ثقافيا، السعوديه، عمان زين، عمان عندها مهرجانات عرب من اكبر مهرجانات السينمائيه. للاسف الكويت في تدني ثقافيا وفنيا. لا انا اقول لكم شيء، هذا صحيح، احنا المسؤولين، احنا المسؤولين عن هذا القطاع ونعترف في تدني هذا المستوى. زين تدنى من الناس اللي قاعد. لا لا مو من الناس، لا من تسعد عيالها. كل ما صرخ واحد، عفوا بهالكلمة ابو محمد، كل ما صرخ واحد لا قال ربع لا لا ما خل خلال لا ما في لا، ايش حقه قايل لا؟ ايش تبي؟ صح انت ايش عندك ايش تبي؟ انا ما يصير بلدنا اخوي، بلد دستور، بلد قانون، اقعد مكانك يلا اسكت، عندك مجلس امه اذا في شيء استجوب، اذا في عندك شيء المفروض لا نستسلم حق كل واحد يصرخ. وقال واحد لا، ولا صار صوبهم الشيء اللي صارخون سكتوا خمروا، ولايات الحكومه طبق عليهم قالوا لا ليش؟ يا سلام، انا اقول لكم احنا عندنا الكويت ليش صار عندنا صار ولا احنا جايين نحل اداء الحكومه ولا اداء المجلس ولا اداء الاصوات، لكن احنا قاعد نلاحظ كل ما صرخ واحد صوتنا شاذ قالوا لا فكنا منه، لا مو فكنا منه. والدليل ان بعض ناس تمادت على الفن الكويتي وتمادت على المسؤولين وتمادت على هذا، لان كله لا لا عطل الحمراء، عفوا عطل الحمراء مو انك تطق ولا تشيل ولا تحط،
لكن تقدر ترد عليه الحجه بالحجه. احنا يمكن ابو حمود كلامك على متم، احنا محتاجين الى معجزه. لا لا اسمعني، المعجزه انا بفيدك شيء، انتهى زمن المعجزات. حتى المعجزه لا لا شيء الكويت لا عفوا الكويت ارض خصبه للفن، عندنا معهد عالي يغذي المسرح، عندنا جامعة الكويت تغذي الإعلام، عندنا الموسيقى، فعندنا هيئة الشباب. أنا عندي لكم مفاجأة. تفضلي. ثواني بس نحتاج المفاجأة الحين توصل حق العسلين اللي عندنا اليوم. عندي معجزة. وعسل المعجزة أحد الروائي الرسمية لبرنامج سير علينا. تقدموا لكم هذا العسل، تستاهلون كثير. عسل أنا في سكة، تعال جيب لي حمص غيرك. مشكور حفظكم واستمتعنا باللقاء. خلاص عسل طبي صجي ترى شغل عدل بحمد. انت جايبين علينا وقت رمضان من ياكل الحين؟ خلاص خله. مشكورين نعم الله عليكم. بيض الله وجهك ابو حمود، نورتنا الدكتور. بس انا بقول لك شيء قبل لا تخدم. انا والله راح لا 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 اعطيك حقك والله. اي لا لا بس انا اقول شيء قبل لا تخدم، نورتونا وكان الدماج هذه بتاخذ 6 دقائق. خلنا اللي بنوصل له، الكويت فيها رجال تقود هذا البلد من سمو الامير الله يطول عمره الى اصغر موظف، وماشيين يشعلوهم وتزينهم. احنا نقول بيبان المسؤولين دائما بتوحه، الشيخ جابر المبارك، وزير الاعلام اللي احنا تخصصنا، علي اليوحى، مهندس علي اليوحى، لكن احنا مشكلتنا فعلا الروتين اللي يقتل. اليوم وزاره الماليه عليها عتق، يعني عاتق، اسف عتق على عاتقها. اكيد اي على عاتقها. حلو صلحت. اليوم احنا فعلا لازم مسؤول وزراء، يعني الاخ وزير الاعلام يقولوا يعني يعطون نبذه لي وزاره الماليه، ديوان المحاسبه، ان هذه في امور فعلا فيها مسلمات تستثنى. يا رجل انت تبي تضحك؟ انت حتى هدايا الوزير محاسب عليها، وزير بيعطي هديه شرطي لما يجينا ضيوف. هذا سوالف ما تعرفونها انت. والله يعني ما انا بتكلم وزيرنا، اي وزير اي مسؤول يحاسب على الهديه اللي يعطيها. دول برا سيارة تنترس لا يا نظيف احنا شنطي غير هالبوم. وبوم بعد حاسبونا ديوان المحاسبة. فاحنا فعلا نبي فعلا اليوم وزارة الاعلام بضخوا فيها فلوس، ما يصير تروح الميزانية 2015 ل 2016 ويجي المنتج شلون نبي نعطي؟ تراهم قاعد يشتغلون كثر الله خير في برامج على الهواء نفس برنامجكم، لا طلعوا برا يدفعون من فلوسهم من جيوبهم هذا. وين الانتاج؟ وين هذا؟ ماكو. شنو تابعت رمضان؟ ما تابعت شيء ولا شيء؟ لا اتابع وقت السحور حياه الفهد سانس عليها، سعاد عبد الله، سيلفي، في مسلسل قابل الكسر، هم في عبد الله زيد رفيجنا وشايف ادوار حقيقه. علي الحسيني شاب ايضا، في شباب انا اتابعهم يعني حلوين. انت بس شنو نويتش؟ طبعا ميت نهرانه لانه ما طلع لي شيء هالسنه. عسى الله يوفقك. دكتور شنو تابعت؟ عسى سلام بعد اتابعك مع استاذ عبد الناصر درويش. صحيح انا الوضع مزري للاسف، ما اتابع شيء لان معاناه. انا قاعد احس بالوضع انه تدهور، ومجابل صلاتي وقراني ابرك لي وضع. يعني هو الحين احرجني. لا لا انا اخر شيء يعني هو الوضع اللي قاعد نشوفه يعني قمه معاناتنا، قمه. قاعد تجي لي واتسابات تنقد الوضع وتنقد ما يشجع. ان شاء الله كل شيء. وانا نقول ايضا طالب اخواننا الفنانين انه قبل لا تقرا اي نص تصوره هم حاول تعدل فيه، ووجه المنتج مالك هذا اللي جاي عباله مقاولات او صفقه ياخذها. ان شاء الله نكون نوقف ضدهم ان شاء الله. ان شاء الله. وامانه ودي اقول كلمه، ان نطالب الحكومه دعم سمعتنا، دعم مرآتنا الثقافيه، دعم الشباب، وزاره الشباب دعم مشاريع الشباب. زين دكتور، بدال ان يروحون حق فلان وعلان وفلان وعلان يمشيهم نفس العين يشكلهم، الحكومه موجوده. هي مو قضية فلان وعلان، يعني عندك اليوم الشيخ أحمد المنصور بالهيئة جزاه الله خير، شاب قعدت معه والله يبي يعطي، بس ترى في أمور مو بكيفه. خلينا نكون واقعيين، ليش نحمل كل شيء؟ قاعد أقول لكم فتحوا الحنفية مهرجان الشباب. وإذا فتحوها ما تقدر تسكرها. لا لا تسكرها، تعرف شلون تسكرها. أنت اليوم عندك 10 دنانير، تعرف شلون تصرفها. إذا واحد باق تقول له اقعد وحاسبه وسجنه. لا تقول له اقعد ببيتكم، سجنه.
إذا باق سجنه، بس لا تعاقبوني عشان هذا باق. ما عندك ترى شر علي إيه فهمت شو أقصد؟ إحنا مشكلتنا يعاقبون، يعني مثلا صار خطأ سنة سنين من شركة منتجة، شان يقومون يعاقبوننا كلنا. شفت المدرس بالصف صح. واحد قال ها، قال مين مين؟ طيب افتح ايدك زين انا ايش علي؟ فهمت؟ فانت لا تعاقبون الناس بخطا انسان، ولا ولا تصير الناس كلها حراميه بنظركم. احنا مو حراميه كمسؤولين حتى، يعني حرام تضيع لي مشينا. اليوم انت تحط هذا بهالمنصب كفؤ، خله مو كفؤ قول روح شيل المحسوبيه، شيل الواسطة، شيل الفلان، يدش عليك النائب 70 نائب داشين هادين المجلس ومشاكله وزابلين عند الوكلاء والمسؤولين، حط فلان شيل فلان. يا رجل النواب قاموا يدشون حتى في المنتج المنفذ. انت شنو شكوا في المنتج المنفذ؟ انت نائب، انا حطيتك عشان ناقش قضاياي، مو تروح تدش على الوزير ولا على المسؤول. عطوا فلان منتج منفذ، هذا من قبل ترى، مو الحين، بس مو النواب الحين، انا اقول لك عايش هذا من سنين. مصيبة اعظم. اي يعني انت نائب الأمة توسط حق فلان، يا ابن الحلال عطى، تكفى عطى، ما يصير بهذا، ما عنده شركه عطى. في نهايه الحوار ابو حمود هي ختمه ولا والله نهد عليكم. الله يحفظ الكويت ويحفظ اهلها، وان شاء الله نشوف هذا التطور وهذا الامور اللي احنا محتاجينها في السعوديه. نحمد الله، والله عندنا شيخ مثل شيخ صباح، الله يحفظه، بسم الله، عنده نظره ثاقبه ورجل حكمه، وما نقول هالشيء بمجامله لان هذا ابونا صحيح، زين نقول عندك حكمة ونظرة ثاقبة، والناس اللي حطيتهم في أماكنهم سواء رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا هالدنيا هذه كلها ثق تماما، احنا واثقين في حطتك، وعندك شعب، شعب ما شاء الله شقردي، ونواب فيه محترمين وفي ناس محترمين، والسيء ترى قاعد يبين ويطلع ما له مكان بيننا. لكن احنا فعلا ما نبي النظرة السوداوية بيوهنا. بعد كلام بحمود ما عندي كلام. زين لا لا في عندنا عسل، عطونا جيمر خبز زران. الحين راح نوكلك، الحين راح نوكلك ان شاء الله. عموما وصلنا احنا يمكن انا واسرار لختام فقرتنا اللي متعودين عليها في سير علينا، ولكن باذن الله راح تكون متواصلين مع ضاري بعد قليل. شكرا للفنان العزيز محمد طارق العلي، الدكتور نبيل فلشاوي، شكرا جزيلا على تواجدكم. يمكن شدينا الموضوع شويه، انتوا جايبين عشان هالسالفه. انا بعرف متى تحكمون، والله زين الهواء عندكم انتم. والله انا عن نفسي ختمت صراحه. سكوب بس سير علينا، ما اسمع سكوب بس سير علينا عشان هالعيوه الطيبه تسير علينا. ها لا هي قاعدة تعطس. اقول لك احنا سكوب بس حق سير علينا. انت تدرين انك تشابهين المطربه صباح اللي ماتت الله يرحمها بس وهي صغيره. شحروره بس شحروره. انا شحروره؟ ايه احلى تحيه حقها توفت الله يرحمها. لا لا ما انت ان شاء الله ما تموتين بعمرها وهي صغيره. لا بس حلوه ولا هي كبيره؟ ايام قبل اكيد سموها شحروره. شحروره لا حلوه. انا مش انا سندريلا سكوب، انت ما تدري سندريلا جوتي هيك 19 فيها. خلي الجنيه تمشي الحافيه. يبا يبا مشاهدينا الكرام بعد شوي خليكم مع ضاري، شكرا جزيلا لكم، شوفكم على خير. ماني سائله ولا سائله. روح عندي روح روح.